إخواني الله يمسيكم بالخير أو الله يصبحكم بالخير حسب الوقت اللي بتشوفونا فيه، والله يعطيكم العافية. في يعني إحنا الآن أو أنا الآن بصدد إن نعمل حلقة أو نعمل موضوع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. فخلال يعني وإحنا نلم معلومات عن صدام حسين، الرئيس العراقي صدام حسين كان له نشاطات أدبية وله بعض الكتب وبعض الروايات اللي كان يكتبها. فيعني وانا لي تجربة خاصة مع هاي الروايات، يمكن بعام 2002 او 2001 كان في عندنا دكتور عراقي بالجامعة اسمه جواد النعيم، يمكن اخواننا اللي بيشوفونا اللي كانوا زملائي بكلية الصيدلة بالفترة من 98 ل 2003 بتذكروا الدكتور جواد النعيمي. هذا الدكتور كان يعطينا مادة اسمها فسيولوجي 1 او فسيولوجي 2، فسيولوجي 1 وفسيولوجي 2، علم وظائف الاعضاء 1 وعلم وظائف الاعضاء 2. فكنا لما نروح عنده على المكتب كنا نلاقي بعض الكتب، فكنا نشوف كتاب اسمه زبيبة والملك عفوا. فكتاب زبيبة والملك هذا احد الكتب اللي كان كتبها الرئيس العراقي رحمة الله عليه صدام حسين. فطبعا خلال الفترة هذه ما كان صدام حسين ميت، ولا كان النظام العراقي لسه منهار، ما كان لسه الغزو الامريكي، احنا بنحكي عن 2001 2002. فكان كتاب زبيبه والملك المؤلف ينكتب تحتيه بقلم كاتبه، لكن بعد ما توفى صدام حسين فصار ينكتب على الكتب الروائيه هاي انه كتاب زبيبه والملك، وفي كتاب القلعه الحصينه، في اكثر من كتاب له الرئيس الراحل صار يكتب انه بقلم صدام حسين. فيعني حتى احنا نلم اكبر قدر من المعلومات عن الرئيس العراقي، حتى مثلا نعطيه حقه وما له وما عليه اذا بدنا نعمل عنه موضوع او نعمل عنه حلقه. فبديت اقرب هاي الكتب والروايات اللي كان يكتبها، له نشاطات روائيه. ففي كتاب زبيبه والملك، طبعا الكتاب روائي يعني كله حواري، انه ملك والملك كان في عنده خدامه او واحده بتضلها تيجي على القصر اسمها زبيبه، واحده فقيره اسمها زبيبه، ومعظم كان حوار بين الملك وزبيبه. خلال هاي الرواية إحدى الحوارات ما بين الملك وما بين زبيبة، الملك شو بيقول لزبيبة؟ إن التغيير الجذري أو التغيير العميق في المجتمعات ليس من مسؤولية السلطة، بل هو من مسؤولية النخب السياسية والثوريين. يعني هاي الجملة، طبعا إحنا لو بدنا نرجع للرواية، الرواية الملك يعني يمكن إحنا مش مع صدام لما كتب الرواية، يمكن بيرمز لنفسه بالملك وبرمز لزبيبة، هيك ناس كثير يعني بيعتقدوا، وبرمز لزبيبة انه الشعب العراقي. فتوقع انه هذه على لسانه او قناعة الرئيس العراقي السابق، انه التغييرات العميقة بالمجتمعات بتكون مش من مسؤولية السلطة، بتكون من مسؤولية النخب والثوريين الموجودين في هاي البلاد. يعني وجهة النظر هذه يعني إذا بدنا نناقش فيها أو إذا بدنا نحكي فيها، هي مش دقيقة جدا ولا صحيحة كثير، لأنه السلطات الحاكمة أو الإدارات الموجودة بالدول إلها مسؤولية في تغيير المجتمعات، وإلها مسؤولية كبيرة في تغيير نهج وتفكير المجتمعات. وإذا بدنا نستدل على الحكي هذا، بنستدل من قصة بني إسرائيل بالقرآن الكريم. هسا بني إسرائيل لما طلعوا من مصر، لما سيدنا موسى عليه السلام طلع من بني إسرائيل مصر، ربنا فتح لهم البحر وطلعوا من مصر. فلما وصلوا لفلسطين فكان في حرب، سيدنا موسى أمرهم أنهم يعملوا حرب مع الكنعانيين أو الناس الموجودين بالمنطقة هذيك بهذيك الفترة. فقالوا اذهب يا موسى أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فبني إسرائيل رفضوا أنهم يقاتلوا مع سيدنا موسى. طبعا بني إسرائيل رفضوا أنهم يقاتلوا مع سيدنا موسى مش لأنهم كفار، لأنه ربنا قبل شوية فاتح البحر ومنجيهم من فرعون ومغرق فرعون قدامهم، ولكن لأنهم كانوا عبيد عند الفراعنة، والعبيد بيحاربوش، بيهاوشش العبد. العبد بيخدم، العبد ببني، بحرس كذا. طبعا أنا لما أحكي عبد يعني كانت مهنة هذيك الأيام عبد، ما بحكي عن عرق معين أو عرق أو نوع من البشر. عبد يعني كانت مهنة هذيك الأيام. فبني إسرائيل كانوا عبيد عند الفراعنة. فلما إجا تقدرش بين يوم وليلة أنت تيجي هذا اللي قضى حياته عبد وأبوه عبد من قبليه تيجي تقول له تعال حارب وحرر بلاد أو أنشر حضارة، تمام؟ فالله عز وجل ما عاقبهم،
ما عملهم اي شيء وما ردعهم، شو عمل يعني، شو اجت الحكمه الربانيه انه خلاهم يتيهوا بصحراء سيناء 40 سنه. بعد ما تاهوا 40 سنه وتغيرت الاجيال وراح الجيل الاولاني اللي قضى حياته عبد عند الفراعنه، توفى سيدنا موسى واجى يوشع بن نون. يوشع بن نون في ناس بيحكوا عنه نبي وفي ناس بيحكوا عنه انه مش نبي صالح كذا، مش موضوعنا هسه شو كانت حيثيه او شكل سيدنا، شكل وجود سيدنا يوشع بن نون في بني اسرائيل. ولكن بعد 40 سنه لما اجى سيدنا يوشع بن نون واجى الجيل الثاني اللي ما قضاش حياته عبد عند الفراعنه، اجى سيدنا يوشع بن نون طلب منهم انهم يروحوا يقاتلوا ويفتحوا البلاد. فشو بيقول النص القران الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال اثنين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فان دخلتموه فانكم غالبون، صدق الله العظيم. شوف الخطاب المجتمعي كيف تغير مع تغير البيئه السياسيه والبيئه الاجتماعيه اللي عايش فيها المجتمع. يعني الاولانيين اللي كانوا عبيد عند الفراعنه قالوا اذهب انت وربك فقاتله، احنا مش جماعه هوش ولا جماعه حرب. الجيل الثاني اللي ما لحق العبوديه عند الفراعنه وما عاش حياه العبوديه وعاش حياه يعني مجتمع مش عبودي، تمام، كيف كانت نظرته وكيف كان جيل شجاع وقادر على التغيير وقادر انك تحفزه انه يعمل تغيير وانه يعمل بناء لامه جديده او شيء زي هيك. فهذا الحكي اذا اسقطناه عنا بالاردن، احنا بالاردن قبل ال 89 كان في عنا شيء اسمه احكام عرفيه. هاي الاحكام العرفيه مستمده من عقليه الدركي العثماني او الدركي التركي. الدركي التركي كان يجي يحشر الحاره كلها حياتها بالزاويه ولا حدا يقدر يفتح فمه. الان بعد ما راحت الاحكام العرفيه، الاحكام العرفيه بال 89 يعني تقريبا من 31 سنه، صار في نوع من الحريات، نوع من يعني خاصه مع بعد الثوره الرقميه يعني، فصار في عدد كبير من الشباب ما يقبل الحكي اللي كانوا يقبلوه الناس او الاجيال اللي كانت موجوده ايام الثوره الرقميه. فكثير هسه بتكون مع شباب صغار او ناس باعمار صغيره، فبتلاقيه مثلا ما بتقبل فكره انه مسؤول يكون فاسد. الجيل الاولاني لا بتقبل الفكره هاي انه المسؤول يكون فاسد. الجيل الجديد مثلا ما بتقبل فكره انه ينظلم، ما بتقبل فكره انه الانتخابات تتزور عشان فلان، لا، الجيل القديم بتلاقي عنده تقبل فيها، لانه الجيل القديم اللي لحق الاحكام العرفيه، الوضع والبيئه الاجتماعيه اللي عاش فيها خلته يتصرف هاي التصرفات او يقبل هذه التصرفات. الجيل الجديد عندنا احنا هسه، طبعا احنا يعني اجيالنا احنا اللي باخر الثلاثينات واول الاربعينات، لا احنا كبار ولا احنا شباب صغار، يعني احنا مخضرمين، لحقنا الجيل الاولاني اخره ولحقنا الجيل اجي من الجيل الثاني. فبس لما انت تعمل حوار مع واحد من جيال الشباب الصغار بتلاقيه بتقبل شيء كثير، وبتقبل ايش وضع سياسي، بتقبل ايش الفساد، بتقبل ايش الاوضاع السياسيه السيئه اللي كان المجتمع الاولاني بالفتره هذيك يتقبلها. فهذا بدل على انه السلطه او البيئه السياسيه لها دور كبير بتحديد سلوكيات المجتمع، لها دور كبير في تحديد انه شكل المجتمع ومدى انضباطه ومدى تقبله لافكار عديده. شكرا لكم على المتابعه، وان شاء الله نكون كان فيها فائده.